في المتوحد فكرة هنبدأ سلسلة جديدة اسمها سلسلة الصورة المصغرة لجميع المحتويات. هنهتم بجميع المحتويات حرفيا، حتى لو المحتوى ده يضم منشئ محتوى واحد. ولكن علشان اشرح لك الصورة المصغرة لازم تكون بتستخدم معايا تطبيق او موقع او برنامج كانفا، بيشتغل على الموبايل، على الكمبيوتر، على اللابتوب، امكانيات عالية، امكانيات متوسطة، امكانيات الى حد ما. يعني الموضوع مش محتاج منك اي افورة في الفلوس، لا ده كانفا ده انا شايفه هو صديق الغلابة من وجهة نظري. ده صديق الغلابة، صديق منشئ المحتوى الكحيان. انت كحيان يا محمد وانا حفيدك، مش محمد انت، لا محمد تاني. انا جايب لكم محمد هنشرح معاه علشان نشوفه هيفهم ولا لا، وكل حاجة او خطوة بنخطيها وبنقدم عليها هنسأله. النهاردة انا هشرح لك بعض العناصر المهمة في برنامج او تطبيق او موقع كانفا بشكل عام. وبصراحة واحنا بنعمل الصور المصغرة هنشتغل مرة من الموبايل، مرة من الكمبيوتر، مرة من البرنامج، يعني البرنامج او الويب والبرنامج. بصراحة هروق عليك، الموضوع هيكون سهل جدا. بما انك انت عندك قناة على اليوتيوب فانت لازم يكون عندك البرنامج الاكتشاف ده، كانفا ده هيروق عليك. بديل فوتوشوب رهيب جدا والذكاء الاصطناعي وعناصر مهمة جدا. البرنامج ده او التطبيق ده انت ممكن تجيبه ب50 جنيه، وانا كنت شرحت قبل كده هنا ازاي تكلم الشخص اللي هيدولك ب50 جنيه مدى الحياة كمان مش سنة واحدة. وبصراحة انا بقالي فترة شغال عليه ومساعدني جدا في ادارة القنوات. تعالوا بقى، المقدمة الطويلة دي مش عايزينها، وندخل على طول في شرح كانفا. كانفا انت قدامك هنا قوالب جاهزة، قوالب جاهزة للصورة المصغرة، لمقاطع الفيديو، لمنشورات الفيسبوك، للانستجرام، كل حاجة ممكن تكون انت متخيلها موجودة عندك في قوالب جاهزة. القوالب اهي، وقوالب جاهزة. بص عيد الاضحى ليه قوالب جاهزة، ارجع كل حاجة هتلاقيها، حتى ترنداتها مهتمين بيها، ملابس، زواج، اطفال، مطاعم، اي حاجة انت عايزها هي موجودة هنا. انت بس اللي عليك انك هتعدل. وخد بالك الصورة المصغرة بالذات يا محمد لازم ممارسة، لازم ممارسة، ما ينفعش كن فيكون. النهاردة هنشرح مع بعض برنامج كانفا بشكل عام، والفيديوهات اللي جاية هنهتم مع بعض بالصورة المصغرة، والسلسلة دي اخرها ان محمد يعمل صورة مصغرة بنفسه من غير ما انا اتدخل معاه اطلاقا، واحنا جايبين واحد تحت الصفر بشوية. احنا جايبين واحد تحت الصفر بشوية، يعني بالنسبة لليوتيوب والحاجات دي هو لسه بادئ معانا بسم الله ما شاء الله عليه. بص يا محمد، هو اول حاجة في ابتكار التصميم دي عندك هنا تخصيص حجم وتعديل صورة. تخصيص حجم انت بتخصص الحجم ده كام في كام، لان حضرتك لازم تكون عارف ان الصورة بتاعت القناة ليها حجم، الغلاف ليه حجم، الصورة المصغرة ليها احجام مش حجم واحد، المربع في البودكاست ليه حجم، منشور الفيسبوك ليه حجم، كل الحاجات دي ليها احجامها. هل انت لازم تكون عارفها؟ لا. ليه؟ لان في قوالب جاهزة هنا. لو انت عاوز تعمل وتحدد الحجم، يعني المنتدى مثلا 800 في 800 وتبدأ اعمل ابتكار. الصورة المصغرة لو احنا عملنا كده الصورة المصغرة 1920 في 1080 اهو، في 1080 صورة مصغرة اهو، 10,080 هو 1080 ماشي اهو، صورة مصغرة، هو كتب لك صورة مصغرة. فانت عندك المقاس اللي تعمله من الناحية دي من الجزئية دي بسهولة جدا. طيب تعديل الصورة، تعديل الصورة دي لو انت عندك صور عاوز تعدل عليها، مثلا عاوز تعدل على الصورة دي، دخلتها وحطيت الصورة وبدأت تعدل عليها من خلال التأثيرات اللي هتبقى موجودة عندك على اليمين اللي هنوضحها كل جزئية منه بالتفصيل.
يعني كل جزئية من الموضوع ده بالذات هنمسكه بالتفصيل. بس أنا مش عايز أتطرق للموضوع ده دلوقتي. ليه؟ أنا عايز أبدأ معاك في الصورة المصغرة، لأن إحنا تقريبا كلنا هنكون شغالين في الصورة المصغرة. نضغط هنا ونيجي يفتح معانا الصورة المصغرة بالشكل الكامل. هنا بقى يا محمد هو اداك السبورة فاضية، خد السبورة وخد القلم، بالقلم ده ابدأ روق على نفسك. طب مال القلم بالترويق؟ القلم ده في عقلك من جوه، انت عايز الصورة دي يكون شكلها ايه؟ انا عايز هنا احط صورتي، وعايز هنا احط اسم او كلام، وعايز هنا احط ايقونة. عارف يعني ايه ايقونة؟ ايقونة ديت يعني مثلا شكل زي من اشكال ايقونة اليوتيوب، ايقونة اليوتيوب، ايقونة الفوتوشوب اللي بره، الصورة او حاجة دلائل على الكلام اللي انت بتقوله. طيب انا محتوايا ايه؟ انا محتوايا الربح من الانترنت. هروح داخل كده كاتب الربح من الانترنت. اوكي، هنا في التصميم رقم واحد بيديك قوالب جاهزة، انت تبدأ تختار منها القالب اللي انت عايزه. تبدأ تختار منها القالب اللي انت عايزه، اخترت ده اخترت ده، وبناء عليه هتبدأ تشتغل. لو بتظهر بنفسك لازم تختار صورة فيها صورة، لو ما بتظهرش بنفسك يبقى تبدأ تعتمد على الايقونات اللي زي دي. وهنا انت بتحدد، انا متوحد يا فكرة هظهر بنفسي، يبقى خلاص تحط صورة فيها شخصيتك اهي، وتبدأ تحط واحدة وتشتغل عليها. طب افرض انت ما بتظهرش لنفسك، تبدأ تحط كده وتحط بكوستك وتحط الحاجات اللي من غير ظهور بنفسك، سواء دي او دي، من خلال التصميم. طيب احنا عرفنا ان التصميم الاولاني بنختار منه القوالب والانماط، يعني في انماط بس لسه هتكلم عليها قدام، والقوالب. نيجي بقى تحت العناصر. ايه العناصر؟ ما يتم توفيره لك من تطبيق كانفا من اجل استخدامه بشكل كامل متكامل في اي تصميم انت عايزه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز ميكروفون اهو، عملت عرض المزيد جالي 100 ميكروفون اهو، بص اهو ميكروفون تاني، مايك اهو، مايك غير المايك اللي معايا، عايز بنت اهي، عايز لابتوب اهو، عايز دي حاجات استخدمها براحتك اهي، استخدمها براحتك كدلائل على الصورة المصغرة وانت شغال. عندك في العناصر خلفيات، وعندك صور، وعندك موك اب، وعندك جداول. موك اب دي هشرحها لك قدام واحنا بنتعلم الصورة المصغرة للروتين والطبخ، هنوضحها بالتفصيل ماشي عشان ما نسبقش الاحداث. عندك مجموعة من الاشكال زي مثلا علم العراق، علم مصر، علم تركيا. عندك مجموعة من التصميمات الجرافيك والحاجات دي كلها هتبدأ تحتاجها. ايوه هنحتاجها، دي هنلاقيها فين؟ في العناصر. حتى الصوتيات، يعني بص في صوتيات وفيديوهات اهي، فيديوهات صوتيات هنلاقيها في العناصر. واحنا بنعمل ايه؟ واحنا بنعمل مقاطع فيديو. يبقى الاولاني للقوالب، التاني والايقونات اللي احنا محتاجينها في ايه؟ في محتوانا. هنبدأ نغير، نظبط، نحط صورة، نحط رابط، نحط اي حاجة احنا عايزينها. تمام. التالت النص. النص عندك منه اشكال بيديها لك انت تستخدمها، مجرد ما تحطها كده انت تبدأ تستخدمها وتشتغل عليها. وعند حضرتك خطوط معدودة زي ما انت عايز تستخدمها، طبعا هندلل ده كله لان احنا مش هنحتاجه. فعندك قوالب جاهزة، وعندك عنوان رئيسي، وعندك عنوان فرعي، وعندك كلام صغير. كل ده واحنا شغالين بشكل عملي هنوضحه لك. وكمان عايز اقول لك انت في ايدك وانت شغال على خط عندك بعض الاوبشنات اللي انت ممكن تشتغل عليها، زي انك تعمل استروك. استروك يعني تخلي الكلام من بره له لون ابيض ومن جوه اسود مثلا. دي هنوضحها لك واحنا بنعمل الصوره المصغره. انا النهارده بشرح لك الجزئيه دي بتتعمل ازاي، ولما نيجي نعمل الصورة المصغرة هنوضح بالتفصيل، علشان انا وانا بعمل لك هشرح لك دي بتعمل ايه. طب ايه التحميلات؟ يعني التحميلات انا عندي حاجة على الكمبيوتر عايز ارفعها، يعني مثلا دخلنا نفترض ان انا عندي صورة زي دي اهي، الصورة زي دي ماشي اهي، عايز ارفعها هنا، بروح شددها وحاططها في التحميلات. شد الصورة اهي، بص اهي حاطط هنا الكاميرا، دي صورة ليا اهو، شلتها وحطيتها هنا، بدأت تبقى موجودة هنا. ايه اللي انت بتحمله على الايميل بتاعك علشان تستخدمه في الصورة المصغرة؟
وعندك عدد لا محدود من اللي انت تستخدمه. طبعا البرنامج ده معايا انا وحسام عبد الله واسلام، فاحنا شغالين عليه احنا التلاتة. فانت عندك عدد لا محدود من الصور تقدر ترفعها، والفيديوهات تقدر ترفعها، والصوتيات تقدر ترفعها، وتقدر تربط ما بين الفيسبوك والتيك توك والانستجرام والحاجات دي. هنا لا تيك توك، لا الفيسبوك والانستجرام هنا، ولكن ده هنوضحها لو الناس بتشتغل على الفيسبوك. ده انت ممكن تنشر من الكنفا بشكل مباشر، وده كله هنشرحه واحنا طالعين نتكلم على كانفا. نيجي على اليمين الرسم. فاكر برنامج الرسام اللي هو لما يجي يكتب كده بايدك؟ بص اهو، تعالى كده اكتب يوسف بس، مش عارفه اتحكم فيها ولا عشان مش هتحتاجها. يعني انت عندك نص جاهز، تروح تحكم في دي ليه؟ مع عقليه انت قلت مش عارف تتحكم فيها، طب تروح تعملها ليه؟ خلاص مش عارف. يبقى ليها، لا ليها استخداماتها في بعض المحتويات. انت في محتواك مش هتعوزها، لكن في غيرك هيحتاجها. في مثلا ازاي اتعلم الرسم. انا برسم مثلا، ثواني انا برسم، خليني اجي كده ثانيه. انا برسم عيون مثلا، عيون، انا واحد رسيم عيون، فراح جاي كده جاي اهو، يلا رسم عين. هو هيتحكم فيها، رسم مناخير شخص، فاهم؟ طبعا دي مش بيها مناخير، رسم عين كمان، رسم بق، رسم وش، ماشي، رسم جسم. طب دي واحده ابريد مسلوخه. فهو انت كده رسمت انسان بشري، بس هو مش بشري، هو ده زومبي اللي جاي لك. فهو انت اشتغلت على جزئيه محدده، الجزئيه ديت انا مثلا شايف ان دي كله مش هتحتاجه اهو، انت صح. طب الرسم هحتاجه؟ هتحتاجه، بس مش انت يعني، مش كل حاجه هنشرحها في تطبيق كانفا او هنشرحها بشكل عام انت هتحتاجها، فاهم؟ في حاجات هتحتاجها. يبقى انت لما تيجي تستخدم الحاجه اللي تحتاجها. اللبان، انت بتحب اللبان؟ انا بحب اللبان. في غيرك ما بيحبوش. بسكوت اللوكس، انت بتحب بسكوت لوكس؟ بحب بسكوت لوكس. في غيرك ما بيحبوش. انت بتحب تتعلم؟ الشغل؟ والله ما بتحب تتعلم، والله العظيم ده بيشلني. طب استنى لك، انت بتحب البرفان؟ ايه. بتحبه صح؟ بحب. طيب ماشي، استنى انا هجيب لك حاجه مش بتحبها امبارح قلت لي عليها. حد اسبريه، اسبريه باشا. ما بتحبوش صح؟ لا ما بتحبوش. طب يلا، انت قلت بحبه، يلا لا خد، ما بتحبوش. يبقى هو هنا ايه الحاجه اللي انت ما، انا في ناس بتحبه جدا، الحاجه اللي انت ما بتحبهاش غيرك بيحبها، والحاجة اللي انت بتحبها انا ما بحبهاش. وصلت؟ فمش كل حاجة هتستخدمها. نيجي على المشروعات. المشروعات دي مشروعاتك اللي انت اشتغلت عليها، سواء تصميم، سواء مجلدات، سواء صور، سواء فيديوهات انت عملتها. يعني انت عملت مشروع ده، بص اهو، عايز تكسب المحتوى المسلسلات ثلاث مشروع عندك جاهز. كل مشروعاتك اللي انت عملتها هتلاقيها. التطبيقات دي في حاجات كتير جدا انت هتحتاجها من جوه، بس مع الوقت، ماشي؟ زي مثلا تحويل النصوص الى صور هنحتاجها، ماشي؟ هنيجي هنا تطبيق يوتيوب، ندخل تطبيق يوتيوب، نجيب الصوره دي زي صوره اهي اهي، احنا عايزين الصوره دي نحطها او الفيديو ده نحطه هنا ونبدا نشتغل عليها ونبدا نتكلم. اهي الصوره جاهزه، الصوره دي نبدا نحط عليها اهي، والصوره جاهزه، فاهم؟ احنا نتكلم. اكتب مثلا متوحد فكره، المتوحد فكره اهو، فكري مين اهو، حطينا الصوره دي اهي هنا اهي، وخدنا الصوره دي اهي. مثلا احنا عندك الايه، الصور اللي انت تقدر تحتاجها من التطبيقات اللي انت عايزها، سواء يوتيوب، سواء جوجل درايف، سواء ايموجيهات. عايز ايموجي، اضغط على ايموجي هيبدا يظهر لك فتح ايموجي، وتبدا تعمل لك شخصيه بالايموجي كامله مكمله. وانت نازل هتلاقي فيه حاجات زي الرمز الكيو ار، تعمله جوجل ماب، الموجهات اهي، الموجهات اللي احنا بندور عليها في مواقع بتلاقيها موجوده عندك بشكل كامل متكامل. هتحتاجها؟ ايوه هتحتاجها، فاهم؟ ايوه هتحتاجها، ولكن مع الوقت. الصور دي، الصور اللي موجوده عندك في الموقع نفسه كانفا، خلفيات. انت بتقول لي فاكر ساعه لما كنت بتقول لي طب انا اجيب خلفيات منين؟ اهو بص خلفيه، مش محتاج بقى تروح جوجل وتدور في جوجل ولا بي ان جي ولا بينج ديو وينج ولا اي حاجه، كل حاجه عندك قدامك، فاهم؟ مش محتاج اي حاجه.
الصوتيات دي الصوتيات اللي موجوده على الموقع، هل ليها حقوق ملكيه؟ ايوه ليها حقوق ملكيه. طب ازاي اقدر اثبتها؟ لازم تربط بين الاثنين. طب ازاي ده؟ هنعرفها مع الوقت. الخلفيات، موجود خلفيات بجميع الاشكال اهي، مناظر طبيعيه، جريديان، اي حاجه انت عايزها هتلاقيها هنا اهو. بص، بصفتك مشترك في كامبا للتعليم فانك تحصل على هذا القالب مجانا. ماشي. طيب ما تم شراؤه؟ لو انت اشتريت حاجه، انت مش مشتري، انت كل شغال بروب 50 جنيه، انا دافع 50 جنيه. العناصر المميزه، كل حاجه انت بتتفرج عليها بتعمل جنبها ان هي تبدا تضيفها للمفضله، اضافه تمييز بنجمه المفضله، فتنزل تحت تلاقي في العناصر ايه المفضله. فاهمني؟ اي حاجه انا في مثلا حاجه بحبها بشكل عام عايز اضيفها، الاقيها موجوده بشكل عام فبلاقيها هنا. نيجي على الحاجات دي، يوتيوب زي ما احنا شفنا دلوقتي، التطبيقات دي بقى من يعني انت هتستخدمها مع الوقت هتلاقي نفسك بتحتاجها بتشوفها. نيجي بقى للجزئيه الاهم، هي الصفحه الرئيسيه. ولنفترض ان انا عايز اعمل للفيديو ده اللي انا وانت قاعدين فيه بنتكلم فيه صوره مصغره. ماشي. ايه اول حاجه نعملها؟ هنيجي على الصوره المصغره ونضغط، بيفتح لك السبوره ثابته. عندي حاجتين، دليل وايه وصوره. انا وانت بنشرح، يبقى نجيب صوره المتوحد فكره. هات صوره، هاي المتوحد فكره اهي، صوره مثلا. طب هل الصوره دي بتدل على الفيديو؟ لا، دي صوره زعلان، يبقى لازم اجيب صوره فرحان. ليه؟ انا بشرح تطبيق كامبا. فاهم؟ يبقى لازم اروح اجيب صوره فرحان، اروح داخل على الموجي بتاع الموجي بتاعتي اللي هي الحاجات الصور بتاعتي اهي. ثواني، ان بي ان بي ان بي، فين الصور بتاعتي؟ اهي جبت الصوره بتاعتي، واجي لواحد فرحان وهو بيشرح مثلا اهو، مثلا حد دي، واروح جه هنا حاططها الصوره دي اهي. تمام. في عندك وانت بتعمل الصوره دي بقى، دي اللي هنبدا نشرحها النهارده. اول حاجه هنشرحها النهارده، شيل دي، اي حاجه عايز تمسحها بديليت اهو، او تيجي هنا، اي يعني انا مثلا عملت هنا، تيجي هنا علامه الديليت دي اهي. اي واحده عايز تعمل لها دبل كرر كده، يبقى عندك اتنين دبل، يعني اتنين معاك اتنين. اول حاجه هنتعلمها النهارده هي الصوره. الصوره ايه اللي ممكن تكون محتاجه من الصوره؟ رقم واحد التعديل، الفلترات، الانعكاس، اضافه الحركه، الوضع، الشفافيه. هوضح لك. خلينا نبدا حاجه حاجه. اول حاجه في الصوره وانت بتحطها على المشروع عندك او على السبوره البيضاء اللي احنا قلنا عليها سبوره البيضاء، بيجيب لك الحاجه اللي انت هتشتغل عليها. لو جبت نص مثلا، ضغطت على النص ونزلت نص، جيت كتبت، ضاف لك فوق ايه؟ عناصر جديده تقدر تشتغل عليها. بس احنا مش عايزين نبدا بالنص، احنا عايزين نبدا بالصوره. اضغط عليها جاب لك عناصر. رقم واحد التعديل. في التعديل من جزئيه واحده بس، بص ضغطه كده عمل ايه؟ فرغ بضغطه، ضغطه واحده، مجرد ضغطه واحده انت فرغتها. طيب انت مثلا مش عايز تفرغها، عايز تعمل محاذكيه. يعني ايه محاذكيه؟ يعني تمسح دي كده كده اهي باللي حواليك اهي كده اهو، تمسح. بص هو هيبدا يمحالك بشكل ما بحيث ان هي ما تاثرش. بص ما تاثرش، بص اهو ما تاثرش. فين المايك؟ ما فيش مايك. فين الاضاءه اللي كانت هنا؟ ما فيش اضاءه. انت بقى بتعمل عندك مثلا الريحه دي، ريحه برفان دي، انت عايز تشيلها اهو. عندك العك ده كله انت عايز تشيله، اضغط عليه كده هو يبدا يشيل. بص شالها. فانت عندك حاجه اسمها الممحاء السحريه، دي لو عايز تتحكم في اي جزئيه من الصوره. طب رجع ده كله تاني. ومزيل الخلفيه، دي لو انت عايز تزيل الخلفيه الايه اللي وراك بشكل كامل. ماشي. دي الاثنين. بعد كده بديك الفلاتر، فلتر. عارف الفلتر اللي في انستجرام؟ اه. اضغط هنا فلتر، هنا فلتر، هنا فلتر. عندك عرض فلاتر، كميه لا محدود، عرض فلاتر تختار فيها اللي انت عايزه، بلا لون، من غير لون، كثافه، تبدا تقلل الكثافه من هنا. بص تقلل الكثافه من هنا، فانت عايز ابيض واسود ولكن بشكل ايه يكون هادي شويه اهو. بص 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 اهو. ماشي. فالفلاتر موجوده عندك. التاثيرات دي الظلال. يعني ايه الظلال؟ الشادو، الشادو الخلفيه اللي ورايا اللي عايز تحطها. هل انت عايز تحط، بص شفت انت، شوف دي الصوره نفسها عملت لها ايه؟ شادو. كبرت الحجم، مصغرت الحجم، كبرت الحجم، مصغرت الحجم، عملت الزاويه، زودت الزاويه. ماشي. عملت المسافه، كبرت المسافه، عملت الكثافة، صغرت الكثافة. دي الايه؟ الشاد، الظل.
الظل الظلال اللي بيبقى حواليك. لو انت مثلا عندك صورة والصورة دي عملناها مزيلة وزودناها شادو، بيكون الشادو من هنا اهو، الشادو من هنا اهو 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 اهو، مقدار اهي اهي اهي، الزاوية اقل اهي اهي، تبدأ تظبط زي ما انت، مسافة كبيرة مسافة صغيرة اهي، كثافة عايزة اقل اهو، اللون عايزه احمر اهو، اخضر اهو، ازرق اهو. يبقى عندك هنا في التأثير تبدأ تضيف اللي انت ايه اللي انت عايزه. التركيز البؤري ده حاجة زي اسمها البلور. بص البلور، بص عاملها ازاي، بص عامل الصورة ازاي، بص من ورا، بص من ورا، بص البلور من ورا. اضغط تاني هنا، تعديل، الضبط، البلور، اضغط عليها، بص كثافة التمويه اللي ورا، بص انت عايز ماركة، بص من ورا، بص من قدام، تبدأ تحطها حسب ما انت عايز، انت عايز فين اهي، عايز تحط ازاي. طبعا ده كله هيتظبط وانت شغال اهو، بص عشان تقلل الكثافة اهو. فانت عدلت اللي عليا وايه، وبوظت اللي ورايا، خليت اللي ورايا بلور مش واضح. لو وراك مثلا بتصور صورة في الشارع واللي وراك حمار، اللي كان بيصورك حمار وراك حمار برضه، يعني الاثنين، لان اللي بيصور حمار واللي وراك حمار، فهيطلع صورة وحشة مش فيها كاملة. فتلاقي وراك مثلا حاجة انت عايز تشيلها او مش خلاها باينة، يا اما تشيلها بالممحاة، يا اما تشيلها بالممحاة، يا اما تعملها بلور في اللي ورا. ماشي. التمويه نفس الموضوع، انت اخترت التمويه اهو، نفس الموضوع، انت بتعمل تمويه على الكثافة اهي واهي بس كاملة. بص التمويه نفس الموضوع. نيجي هنا وانت شغال بقى، التباين لون واحد، انت برضو بتختار ايه، فلتر، وتبدأ تختار اللون اللي انت عايزه، عايز لون ايه. الحاجات دي مش هتحتاجها بشكل كامل متكامل في الصورة، ولكن هتحتاج انك تفهمها. ولنفترض ان احنا مسحنا الصورة دي، احنا بوظناها خالص وجينا تحميلها، عشان نضيفها تاني نحطها منين؟ اقول كده تاني، عشان نضيف الصورة تاني نجيبها منين؟ نضيف الصورة تاني، نروح العنصر، لا مش الصور. قلنا احنا بنرفع الحاجة بتبقى في التحميلات؟ هاي طيب عناصر ايه؟ مش لا تسمع وتركز. ماشي. تسمع وركز، مش هنشام الحميد. ماشي. هنا هنشد الصورة اللي احنا رفعناها اهي وجبناها هنا، تمام؟ اتفقنا؟ طيب عايزين نشتغل عليها، عشان تبدأ تشتغل عليها وتظهر، بتظهر بنعمل ايه؟ علشان نبدأ نشتغل عليها بنعمل ايه؟ عشان نبدأ نشتغل عليها فبنضغط على التصميم. بنضغط على الصورة، على الصورة نفسها مش التصميم، لأن التصميم ككل الصورة بيبدأ يجي لنا التعديل. اضغط على التعديل، التعديل يبدأ يجيب لك كل حاجة أنت عايزها. الموكب أهو بقى يا باشا، الموكب أنت عايز تحط الصورة دي فين؟ فهتروح جايب هنا أهو مثلا الصورة دي أهو، بص أنا خدت الصورة دي وحطيتها فين؟ جوه الواد ده، بص بقى فين؟ بص طيب افرض أنا مش عايز كده، عايز مثلا احطها هنا، ماشي، هروح جايب فاتح دي اهو اهو، واحط مثلا ايه المخده بتاعتي اهي مثلا انا اهو، واروح جاي صورتي الشخصيه فين، اجيبها منين الصوره، التحميلات، شاطر اهو، واروح جاي ساحب الصوره وحطيتها هنا. بص هكون انا فين، هكون انا جوه، اي تمام، فهمت، وصلت. دي الايه، الموك اب، وانت شغال هتلاقيها فين، هتلاقيها فين، في تعديل الصور في او العناصر، يا اما في تعديل الصور، يا اما هتلاقيها في العناصر. ماشي. جبنا تعديل الصوره اهي ورحنا على التاثيرات اهي، تعديل الصوره اهي ونزلنا تحت، عرفنا الموك اب ايه. الموك اب فيه جميع انواع الحاجات اللي انت ممكن تكون محتاجها ومتخيلها في اي وقت بشكل كامل، يعني في حاجات كتير جدا والله، عايز تحط موبايل، عايز تحط شاشه، عايز تحط لابتوب، عايز تحط بلاي ستيشن، اللي انت عايزه هتلاقيه متواجد اكبر عدد ممكن عناصر، زي الرز، زي الايه، الرز. ارجع ورا بقى، احنا كده عرفنا ايه، تعديل الصوره، عرفنا تعديل الصوره بشكل كامل. يعني ايه بشكل كامل؟ يعني كل حاجه انت ممكن تكون عايزها محتاجه في الصوره عملناها، من الادوات، الفلاتر، التاثيرات، الموك اب. في جزئيه تانية، في جزئيه تانية، الضبط. الضبط ده بقى بنبدا ندي شويه حيويه للصوره، وتشبع الوان عشان اللاستر يكون اصفر، ونقلل الوضوح شويه او نكتر الوضوح شويه حسب الصوره، وندي حده في الـ في الـ في الوش، وندي شويه تضليل في الجنب حسب ما انت عايز. دي بقى ما ينفعش اشرحها لك،
دي بقى حسب اول حاجه اضاءه الصوره، انت ذوقيا محتاج ايه. انا ذوقيا بحب اللون الاصفر، فلو اديتني اصفر انا معاك زي الفل فيه اهو. اديتني تشبيع انا معاك زي الفل فيه. انا واحد بحب اللون الاصفر، انت بتحب اللون البنفسجي، فدي وحيده زي الفلترات اللي على الانستجرام. انت بتختار الانستجرام فلتر من عاجبك، انا اقول لك لا الفلتر ده ايه مش وحش عم مش عاجبني، فانت تبدا تعمل التعديل. في حاجه بقى اسمها التعديل التلقائي، هنا هو بيعملها بشكل تلقائي، مفيش تعديل تلقائي. انت عايز تشتغل بنفسك ادخل اشتغل بنفسك، وعندك الكثافه تكسيب في الشكل، عندك الصوره، وعندك تحدد الواجهه الاماميه او الواجهه الخلفيه بس وتبدا تشتغل عليها، يعني توجه نفسك بس الاماميه الخلفيه، بتبدا تحدد المنطقه اللي انت عايزها تلعب عليها في السطوع. بص انا اهو حددت نفسي انا بس، بص حددت نفسي انا بس، بص حددت نفسي بس الواجهه الخلفيه، عايز الخلفيه، بص 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 ككل خلفيه ماشي. هنا حدد دي اهو، بص بص انا زي ما انا ثابت اهو، انا زي ما انا ثابت، بص انا زي ما انا بنفس اللون اللي انا بوظته فيه نفسي اهو، بص أي. انت بتبدا تحدد من الضبط انت عايز تعمل ايه. كده احنا عرفنا التاثيرات وعرفنا الضبط، فاضل القص. القص ده بقى ايه؟ اقطع وشك، مش اقطع وشك بجد، لا اقطع شكلك كده فاهم. انت شكلك ايه ماشي؟ لو انت مثلا عايز تقطع الشكل بشكل حر انت بتبدا تعملها بنفسك اهو، بص 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 اهو. لا انا مش عايزها كده يا يوسف، انا عايز لما اجي اعمل تعديل للصوره اقطع انا بنفسي بواحد لواحد، فجاب لك الواحد لواحد. لا 9 ل 6 جاب لك 9 ل 6. لا 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 يا يوسف، لا يوسف انا عايزه 5 ل 4، عايز 4 ل 5، لا عايزه براحتي، لا انا عايز جزء ما اعملها انا بايدي. تبدأ تحدد وتدور براحتك من جوه زي ما انت عايز، ولما تيجي تحدد حدد اللي انت عايزه. هنا التدوير وبتختار التدوير والتقليل اللي انت عايزه، وهنا بتختار ايه المقاس ازاي عامله، توديه فين، تجيبه منين، حسب ما انت عايز اهو. ماشي اتفقنا في الجزئيه دي؟ يبقى احنا هنا بنعمل في تعديل الصورة، تعديل الصورة بيديك ثلاث حاجات، التأثيرات سواء انك بتعمل مزيل الخلفية او ممحاة السحرية. ايه الممحاة السحرية؟ المحاة السحرية لو في حاجة في الصورة مثلا عايز اشيلها اروح، لو في حمار قول، لو في حمار احنا فكرنا بالحمار، لو في حمار عايزين نشيله من الصورة نشيله بالايه؟ بالمحاة. ماشي الفلترات، الفلترات حاجات كده جايزة تظبط الصورة. ماشي تمام. الضلال، الضلال ده الشهد والستروك، الستروك على مس عليك. ماشي طيب خلصنا الجزء. طب القص، القص عايزين نظبط الصوره، اقطع وشك، اقطع وشك، القص ايه؟ اقطع وشك. ازاي اقطع وشك؟ يعني احدد جزء محدد من ايه؟ من الصوره فيك. الصوره لو 50 في 50 انت عايز تعملها واحد في واحد بتعملها واحد في واحد بناء على ايه؟ على القص. طيب كده احنا تقريبا خدنا تعديل الصوره بشكل كامل من التاثيرات والضبط والقص. عندك حاجه اسمها الانعكاس. هي ايه الانعكاس؟ الانعكاس نرجع حط لي الصوره كده، والله شو حبيتك من قلبي لك يخرب بيتك. اضغط على الانعكاس، اعمل انعكاس افقي. ايوه بتشقلب الصوره. اعمل انعكاس عمودي. ايوه رجعني تاني بقى، شقلبني يا محمد بعد اللي عملته معايا، شجبني. ماشي يا محمد. نيجي بقى على علامه الاي كده، انت فهمت الانعكاس، فهمتها بشكل يدوي. ليه دي ما ينفعش تفهم غير بشكل يدوي؟ هقول لك لا هي بشكل يدوي. نيجي على علامه الاي دي، معلومات عامه بتبدا تحدد اسم الصوره عايز تضيفها ايه، تعمل عليها ايه، تضيف عليها علامات، تنقلها لملف جلد تاني. مش هتحتاجها، مش محتاجها قوي يا حبيبي. نبدا نروح لايه اللي بعديها، اضافه حركه. مهما لو ضفت حاجه اسمها اضافه حركه، دي معناها كده ان انت هتحول الصوره المصغره من صوره مصغره لحاجتين، جي اي اف او ام بي 4. ام بي 4 يعني فيديو، جي اي اف يعني حاجه بتتحركها، ما ينفعش تحط صوره مصغره لان كل حاجه في العالم لها اسمها حاجه اسمها امتداد، وامتداد الصوره المصغره بي ان جي وجي بي جي اطلاقا ما ينفعش جي اي اف. الجي اي اف ده ينفع في المنتدى وشرحناه قبل كده ولسه هنشرحه بشكل كامل ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب بنعمل ايه؟ بص 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 ضغطت عليها، بص 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 عارفين جات لك منين؟ بص جات لك منين؟ من بره. جات لك منين؟ من فوق. كلاهما عند الخروج والدخول. بص طيب انت عايز تعمل انت الحركه،
تروح ضاغط اهو على الحركه مثلا، ماشي تمام شكرا، انشاء حركه ماشي، تعالى كده صغرها شويه، انشاء حركه اهو 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 ماشي. فاهم؟ السرعه انت بتقدر تتحكم فيها، التقليل اهو رقيقه اهي ثابته اهي، توجيه العناصر في مسار، بص بص يقلبها لك بشكل ايه وانت برايح وانت شغال، بيقلبها لك بتوجيه العناصر. فاهم؟ وصلت اهو تمام. الموضوع سهل جدا مش محتاج منك اي حاجه. طيب انت لو مش عايزها مخصص، لو مش عايزها مخصص هتعمل ده كله وترجع اهو تضيفها الايه العاديه تاني كده اهو، تبدا تشوف بص دخلك ازاي. شوف دي هتحتاجها اكتر في الفيديوهات، واحنا بنعمل مونتاج للفيديوهات للريلز والشورتز اللي هشرحهم. هتروح مني فين؟ لا لا انت يا لا 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 انت والله لا تجيني، هتيجي هتيجي ماشي. هنا بديك الاساسيات والحاجات الفرعيات والحاجات دي. الحاجات دي بقى تقدر تستخدمها في اي حاجه مش بس صور. فاهم؟ بيديك المده كمان التوقيت بتاعها وانت بتدخل، بص بتدخل في ايه؟ في وقت مثلا 25 ثانيه، في 23 ثانيه، حسب ما انت عايز. الكلام ده كله مش هنحتاجه بشكل كامل في الصور. فهنقول احنا اي صور مصغره مش هنحتاجه بشكل كامل. نيجي التحميلات ونحط الصوره، ماشي؟ اضافه حركه، عرفت اضافه حركه عن ايه؟ انيميشن. بتدي انيميشن، عايز تجيب حاجه هنا مثلا وتروح مطلعها تاني. دخلت مثلا اهو عملت كده اضافه حركه، رحت داخل عامل انشاء حركه، دخلت الواد يوسف هنا اهو في الصوره بتاعته ودخلته. ثواني تمام، احنا قاعدين فين؟ اضافه حركه فين؟ ارتقاء نفسك انشاء حركه، بس عايزين نصغرها. تمام صغرها ماشي، عايزين نصغرها، ممكن نصغرها. طب انا طلعتها، انا اسف انا اسف انا طلعتها، انا اسف حقك عليا، انا طلعتها حقك عليا اهو ماشي. نيجي للانيميشن، اضافه حركه انيميشن، بص اهو دخلتها ورجعتها. او رجعتها وعملت اضافه حركه، بص الصوره فين؟ الصوره بره، ثانيه الصوره بره اهي ماشي، اضافه حركه اهي. نيجي هنا انيميشن، رجعتها وطلعتها. فهمت؟ ايوه وصلت. وصلت بجد، الموضوع سهل بالله، مش محتاج منك انك ايه تعمل دي انيميشن. بس ده هتلاقيها على فيديوهات اكتر، ما مش هتلاقيها على صوره مصغره اطلاقا. مش فكر في صوره مصغره انك تعملها، ليه؟ لان صوره مصغره هي غير متحركه. طيب ايه الوضع ده؟ لما نيجي هنا بيجي حاجه اسمها الوضع. ايه الوضع ده؟ اللير. اللير يعني ايه اللير؟ حد بص 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 الوضع، عايز احط الصوره ديت فوق كل، فابدا اسحبها اهو اهو طبقات. ايوه اللير، اسمه اللير، التداخل، لو عايز تعمل تداخل بين الاثنين ماشي. دي هنشرحها بشكل اكبر واحنا شغالين. الترتيب وانت بترتب لفوق لتحت الخلف الى الاعلى كله الى الاوسط الى الاسفل، عايز تجيبها يمين شويه، بص عايز تجيبها يعني تعملها مثلا ايه 500 تبقى بره، عايز تعمل مثلا ديت ايه 1000 100 اهي، بص صغرت ازاي بقت عامله ازاي، شفت صغرت ازاي، انت بتتحكم فيها. دي العكس اهو، دي المكان بتاعها التدوير بتاعها، عايز تخليها مثلا 300 بص راحت فين، عايز تخليها مثلا اهو بص انت بتحركها، بص بتتحرك بتغير لك الايه الافقي والمكان بتاعها في البكسل. والطبقات احنا عارفينها، بتحط فوق وتحت وتحت وفوق وكل حاجه، والموضوع سهل في الحته دي برضو. مش شايف ان ايه ان في الوضع في اي مشكله عندك، في اي مشكله في الموضوع ده؟ ما فيش اي مشكله. عندك الترتيب لو انت عايز تعملها، خد بالك الموضوع ده كله في كليك يمين، يعني في كليك يمين ده هتشوفه، يعني فصل الصوره من الخلفيه، بص اهي في ثانيه ماشي، هو فصلها من الخلفيه يعني ايه، بدل ما هي خلفيه بدل ما هي صوره واحده، لا فصلها لك من الخلفيه اهي. وبعد كده تقدر تعملها طبقات، بص 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 طبقات الى اليسار الى اليمين الى الاعلى الى الاسفل، دي هنشرحها. كليك يمين دي ليها شرح كامل متكامل في فيديو خاص ليها كامل من الف للياء، لان ده فيها حاجات مهوله، حتى تطبيق الالوان على الصفحه ككل. بص طبق الالوان اللي هنا على اللي ورا، ليه؟ لو انت عندك اكتر من تصميم وعايز تخليهم كلهم تصميم واحد، بتعملها بكليك يمين كل تصميم واحد. تمام دي هنشرحها بشكل كامل متكامل. طيب بعد لما جينا هنا، جينا هنا احنا نرجع تاني، نحط الواد ده المقرب ده اهو،
كده وجينا على ضغط الصوره عشان نضغط الصوره. في عندك هنا حاجه اسمها الاف والشفافيه. الشفافيه الاوباسيتي. بص عارف دي طبعا عارفها في الفيسبوك انستجرامك بطيخك ازاي اعمل المزه اللي وراك فيها عشان امي مش تشوفها. فاهم الحاجات دي؟ كنت بتعملها عشان تعمل تحط عليها اوميجو عشان ما حد يشوف صاحبتي يا جماعه وحب قلبي وكلام ده. مفيش طيب مفيش خالص. انا كده قلقت عليك انت عايزين نظام ماشي. المهم دي الشفافيه ودي قفل للتصميم. قفله خلاص انت قفلته بس قفله بتصميم. عشان تفتحه تاني لازم تضغط هنا اهو ترجع وتفتحه من اول جديد اهو. هنا بتعمل ايه؟ ازاله القفل. هنا بتقفله من الاول. ثبته مفيش تعديل عليه بقى. فاهم؟ تبدا تحط كده وتحط الصوره الثانيه اللي تحت مقفول لازم تفتحه. لازم ايه؟ تفتحه اهو عشان تبدا تعدل عليه. لو قفله خلاص هو اتقفل تبدا تتحكم في الايه؟ في اللي بعديها. نيجي بقى للنص. بصراحه انا حبيت الموضوع وحبيت ان اشرح كل حاجه مره واحده. ايه رايك ندخل في النص ولا خليها تيجي تاني؟ انا بصراحه عادي انا مش مشكله. لا انا برضه انا بص اقول لك حاجه. انا واحد من كتر ما كان في ده عاجبني مبسوط وانا شغال بشرح فيه. براحتك بجد مبسوط. طيب اول حاجه هنا وانت بتضيف النص هو انت عندك حركتين صايعين. ايه الحركه الاولى؟ انت هتحط نص جاهز ولا مش جاهز؟ هل النص الجاهز ده هينفعك في التصميم ولا انت عايز نص انت تلعب عليه؟ نص انا لو نص انت تلعب عليه انت بتروح تجيب بقى ايه نص ايه فاضي خالص اهو وتحطه. ولما بتيجي تحطه بتكتب عليه الكلام انت عايزه. محمد يتعلم كانفا مثلا. احنا دلوقتي حطينا محمد تعلم كانفا. في حاجات محددة لازم تعرفها وانت بتحط اي نص. الحجم، اللون، التأثير، البلد. البلد ده بيخلي الخط عريض. فتبدأ تختار خطوط محددة تبدأ تشتغل عليها. انا بصراحة بحب الديجي ده. يعني انا بشتغل بالديجي ده بشكل مستمر. حتى هتلاقيني على المنتدى الناس يقولوا ايه انت بتشتغل ازاي؟ قالوا الديجي ده. هو ده خط اللي انا بحبه. الحجم بتحكم فيه من هنا. يبقى هنا الخط. وعايزين فيديو عن اجمل الخطوط اكتبه في التعليقات. هنعمل فيديو لاجمل خطوط كانفا. ماشي؟ طيب الخط الحجم من هنا. ماشي؟ اللون من هنا. تمام. انت عايز اللون بقى تختار لون ايه؟ احمر مثلا اهو مش موجود عندك في دول اهو. في الوان الصوره اهي دي الوان الصوره. ده المقترحات اللي جاي. شفت انا بقول لك ايه؟ اعمل لي لون يكون جاي في الصوره. هو بيجيب لك الالوان اللي في الصوره. انت عايز اللون ده ينفع، اللون ده ينفع، اللون ده ينفع. هنا بقى ممكن تعملها في الخلفيه. ايوه وانا هوضح لك دلوقتي بالتفصيل ما تقلقش. فهمت؟ فالجزئيه دي احنا فهمنا ايه؟ احنا محتاجين ايه من هنا؟ فهمنا ايه؟ دي الوان الصوره. ماشي؟ دي الالوان ايه؟ الثابته اللي انت بتختارها. ومن هنا تبدا تختار اللون اللي انت عايزه بايدك. عندك جميع الالوان تختار اللي انت عايزه. ازرق مثلا ازرق اهو. ماشي اهو. تمام؟ تمام. طيب البي واليو والاي دي حاجات انت بتقلل البي بلاد هي المفروض تبقى منسوبة عشان يبقى خط عريض. ولو شلتها بيبقى خط قليل شوية. بروفايل. قليل شوية. فانا بسيبها بلاد. نيجي اللي بعديها. حط عليها علم تحتها خط ولا لا؟ مش عايز احط تحتها خط. شيل. اصلا محدش بيستخدمه ده الحقيقة الا في بعض التصميمات. الاي اي دي لو احرف كبيرة كابتل ولا مش كابتل مثلا كابتل ولا سمول. طبعا الخط ده مش مديك كابتل اصلا. الخط نفسه مش هيساعدك على كابتل ولا سمول. الخط نفسه ثابت زي ما هو مش محتاج منك لا كابتل ولا ايه ولا سمول. نيجي اللي بعديها. دي ايه؟ المحاذاه. يعني ايه المحاذاه؟ عندك نص كده وعندك نص كده وعندك نص كده. ضغطت على المحاذاه هنا ماشي هيبدا يحاذي لك دي اهو كده بالشكل ده جنب اليمين. انا شايف ان هي ملهاش قيمه دلوقتي اطلاقا. يعني انت لما بتيجي تعملها مثلا هنا تيجي تعمل محاذاه اهو ماشي اعمل محاذاه مش قوي لانك انت مش ايه مش ليها لازمه. فالحركه اللي انا شايفها انك تشغلها بايدك افضل بكتير جدا من انك تعملها بايه بالمحاذاه اللي انا شايف ان هي ايه بتشتغل في بعض التصميمات بس وفي بعض الحاجات بس مش كل التصميمات المحاذاه دي. ماشي. طب دي ايه؟ بص بقى لما تضغط عليها بص وركز على اللي هيحصل.
هو زود نقطة أرقام شالهم. يعني إيه؟ أنا عندي محمد وعندي مثلا أحمد ماشي، وركز بقى في الحتة دي عشان أفهمها لك. وأنا السيد ماشي ماشي بص بقى ركز، دي لما نيجي نعملها ايه اللي هيحصل؟ ازود نقطة. تعال ركز بقى ايه اللي هيحصل لما نيجي نعمل هنا اهو، ايه اللي هيحصل؟ نقطتين. ليه؟ عشان سطرين، علشان سطرين. هل ده لما جينا حاطين لوحده وده حاطين لوحده، هل الاثنين لما جينا عملنا اللي فوق اتعدى على اللي تحت؟ لا، يبقى لازم يكون الاثنين في ايه؟ في طبقة واحدة. ايه الطبقة دي؟ الوضع في طبقة واحدة. الاثنين دول مندمجين مع بعض، مش مندمجين مع بعض، ممكن تعملهم تداخل اهو، دي الاثنين متداخلين اهو، بص اهو تبدا تظبط. لكن لو مش في طبقة واحدة وقف، ما ينفعش تعمل عليهم اللي انت بتعمله ده. طيب المحاذاة برضو اهي، بص 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 المحاذاة، بص اهي في سطرين. لو مش في سطرين لا، لو مش في سطرين، انت مثلا جبت ده الكلام اللي هو قاله ده ورحت حاطه هنا، الكلام اللي هو قاله ده، الكلام ده انت عايز تعمل له خطوط اهو. بص بقى اعمل ايه؟ بنوت اهي خطوط. عايز تعمل له محاذاة اهو. بص بقى 1 2 3 اهو. عايز تعمل له محاذاة اهو. فهمت؟ فهمت. طيب دي بالنسبة لإيه؟ للخط. جينا عايزين نرجع محمد تاني. طب أنا برجع كده إزاي؟ بكنترول زد. أيوه. ماشي؟ كنترول زد. يرجع كل حاجة. هات محمد من أول محمد اتعلم الكنفة. أهو. جبنا محمد. طيب خلصنا لغاية هنا. طب دي إيه؟ دي التباعد بين الحروف. ايوه. ودي التباعد بين السطور. يعني ايه السطور؟ لو في كلمتين تحت بعض مثلا. مثلا اهو، وانا عايز ابعد اهو، بص 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 بص. ايوه. فهمت؟ فهمت. كده ده التباعد بين الخطوط الحروف، وده التباعد بين السطور. يمين حروف، بالطول سطور. يمين حروف، طول سطور. يمين حروف، طول سطور. على مساعدك عليك اصفر. اخوي اخوي. نيجي على اللي بعديها. دي اتجاه الايه؟ الخط. بص بص اتجاه الخط. بص لما جيت عملت كده، بص ايه اللي حصل؟ كانفا الاول، دي الجزء الاول. يمين ولا شمال؟ شمال ولا يمين؟ لو انت بتكتب انجليزي تعمل عندك خطين، انت عايز تحطها حطها. لان في الفوتوشوب الموضوع ده صعب جدا. لما تعمل 100% مثلا، تعمل كده كده 100% مثلا اهو، ماشي، انت عايز تعكس كده اهي. بص فاهم؟ فاهم. نيجي هنا نرجع تاني محمد يتعلم الكانفا اهو. نشيل ده عشان نشيلها خالص. اضافه حركه اشتغل. اضافه حركه لسه في التاثير. اضافه حركه اشتغل عادي يعني، لو عايز اخليها من فوق لتحت. لا انا عايزك انت تعمل انشاء حركه. انشاء حركه امسكها بايدك ايوه، وانزل تحت وروح وتعال اعمل تم. تمام. فين الحصى؟ ثانيه ناحية مخصصه اهي. انت بص بص اهي، شوف انت لما بتيجي تعمل بقى، انت مش اتسرعت او هفهمك حاجه. انت وانت بتعمل اهو، اعمل حذف المسار اهو تاني. انت بتمسك دي اهي، بص شفت الخط ده؟ مش تمسكه بس، شفت الخط ده؟ شفت الخط اللي عمل ده؟ امسك امسك معاك، امسك معاك، امسك امسك طول ما انت ماسك بالضغط اهو. امسك امسك معاك، امسك امسك. بص فهمت؟ وصلت؟ وصلت. طيب دي بالنسبه لاضافه التأثير. الوضع شرحناه. ماشي. الشفافيه شرحناه. ايه ده بقى؟ نسخ النمط ونسخ النمط بيقلبوا لك في الانماط اللي انا قلت لك فوق. في ايه؟ في حاجه اسمها الانماط. نسخ النمط اهو، نسخ النمط عشان يكون الالوان جاهزه وثابته. لو انت عايز تخلي الالوان كلها جاهزه بنفس التثبيت، نفس الكلام، الخطوط، الحاجات دي كلها الانماط انا ذات نفسي ما بحبش اتعامل عليها، فمش عايزك تتعامل بيها خالص. تمام. فاهم؟ لما نيجي هنا بقى نضغط هنا، النسخ النمط ده مش عايزه خالص، ولا يقول لك نسخ ولا تخليه عندك ولا اي حاجه، مش عايزه بصراحه. انا عايز هنا اتحكم في اللي انا عايزه. نيجي هنا ازاي تعمل دي تثبيت ليه؟
للوضع. لو ثبتنا خلاص حد يعرف يتحكم فيها، لازم تفتحها تاني تفتح. تمام، نرجع تاني بقى. في حاجه احنا مش شرحناها، اضغط كده عليها. التأثيرات. اضغط على التأثيرات. دي بيجيب لك شفافيه بيديك ايه بقى؟ بيديك الاستروك وبيديك المظلل بشكل صغير. بص ده مظلل، ولكن بص دي اللون ايه؟ دي اللون ايه؟ ابيض مثلا، هيفرق ويبان. بص بص ابيض اهو، يفرق ويبان اهو. ماشي؟ عايز شفافيه اكتر اهو، بص بص اهو. عايز تنميه اكتر اهو، بتقلل. الاتجاه بتاعك عايزه فوق ولا تحت اهو، بتحدد. عايزه ازاحه ولا مش ازاحه اهي، انت اللي بتحدد هنا من النمط اهو، انت اللي بتحدد كل حاجه من هنا. عايز الالوان تغير اللون تخليه اسود، اوكي اهو، انت اللي بتتحكم في كل جزئيه في التاثير. اللي بعده الارتفاع ده، التوهج. التوهج اللي وراك، انت توهجت مثلا في الحاجه اللي ورا، خلاص اهي توجهت، توهجتها بشكل كامل. حدام في الجزء دي، بص اهو، بص التوهج اهو، بص بص، قلل 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 قلل، مش هيبقى موجود. كبر كبر كبر، هتلاقي في توهج ورا اهو. كبرها لك ثانيه عشان تشوفها. بص بص اهو، صغر مش موجوده، كبر موجوده. تمام، دي التفريغ والسمك. السمك سمك الخط، التفريغ اللي جوه. في بعض الاحيان هتبقى عايز تحط كامب على وشك ووشك يبان اهو، فدي موجود. فاهم؟ وصلت؟ التجويف اللي من جوه مضلل، بص ده كده، وتيجي تتحكم فيه، عايزه بنفس المكان ولا نفس المكان، بعيد ولا مش بعيد، قريب ولا مش قريب. النمط ده والسمك ده، الحاجات دي كلها وانت بتشتغل عليها لازم تيست يدوي. لازم تيست ايه؟ يدوي. لازم تروح بايدك وتروح تعمل وتجرب. انا لو جيت قلت لك اي حاجه، انا ممكن اشرح لك استروك، بتعمل استروك ازاي. استروك ده اللي من بره، خليه لون ابيض مثلا اهو، لون ابيض. بص هيفرق ازاي، بص عمل ازاي. واو زي الفل، مفيش احسن من كده. ماشي، دي جزئيه الايه؟ جزئيه الكلام. هل احنا كده خلصنا الكلام؟ في تريكات بتحصل بقى وانت شغال مهم، بس انا اعيب على كانفا في حاجه واحده بس. ايه؟ التظليل. هو ايه التظليل؟ هي خلفيه. بص الخلفيه عشان بقى تقعد تعملها صغيره وتقلل. بص وتقلل كمان، دي الشفافيه. طب ايه؟ طب اعملها ازاي؟ طب اروح اعمل كده؟ لا. طب اعمل كده؟ لا. طب انا ازاي؟ صراحه انا حتى دخلت في المحتوى الاجنبي عشان افهم الدنيا دي في الجزئيه ديت، مش لاقيها بصراحه. يعني انا بقالي يومين او ثلاث ايام بتعلم كانفا بشكل كامل، ودخلت جوه المحتوى عشان انا افهمها، مش لاقيها بصراحه، مش لاقيها. احنا كده خلصنا مع بعض رقم واحد النص، رقم اتنين تعديل الصوره. لسه في مع بعض ان شاء الله العناصر بشكل كامل، التحميلات طبعا عارفينها، بس العناصر بشكل كامل. العناصر دي احنا نشتغل عليها واحنا بنعمل الصوره المصغره. تمام، يعني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون اول فيديو في بدايه سلسله كيفيه انشاء صوره مصغره لجميع المحتويات، وهبدا بالمحتوى التعليمي، طريقه انشاء او شرح برنامج كانفا بشكل كامل ان شاء الله. هعمله عن طريق كانفا، برنامج كانفا ان شاء الله بشكل كامل متكامل، ونفهم مع بعض ازاي هنستخدمه. وانا شرحت لك تقريبا اقل حاجات انت محتاجها، التعديلات على الصور شرحتها بشكل كامل، ازاله الخلفيه شرحتها بشكل كامل. وخد بالك في بعض المزايا مش متاحه في كانفا المجاني، ده كانفا المدفوع ب 50 جنيه اللي شرحته قبل كده. لو عندك اي استفسار ما تنساش تكتبه في الكومنتات. محمد في حاجه ناقصك؟ بجد خد بالك، اقول لك حاجه، يمكن اهم واحد في الفيديو هو انت، ليه؟ لاني بشرح لك وانت مرايه للناس اللي قدامي. يعني دلوقتي تعرف تعمل انعكاس للصوره؟ اعرف اعمل انعكاس للصوره. طيب بص كده ثانيه، نجي للتصميم ده نشيله. كنت عامل له قفل. انا عامل له قفل. اسد 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 اسد، حط صوره وعامل لي انعكاس ليها. اعمل لي ازاله الخلفيه. ازاله الخلفيه. طب ايه اللي هعملها ولا ايه؟ طب ايه اللي هعمل ده؟ غبي منه فيه ده، اللي هعملها ولا ايه؟ على مسالك اصلا اخويا، نورتني وشرفتني، كان يوم ابيض ومعرفنا بعض.
بصراحه انا مش طيبك. انت طيبني بجد يا حبيبي؟ مش حبك ليه؟ طب دلوقتي يا جماعه لعبت ببجي اربع ماتشات او ثلاث مرات ورا بعض وكسبته، وانا محتوى تعليمي هو محتوى جيمنج. الله مكسوف لكم. سلام يا جماعه، تصبحوا على خير. عايز تقول حاجه للناس قبل ما تمشي؟ ثانيه، مبسوط معانا؟ بجد مبسوط معانا؟ قولوا انا مبسوط معاك. مبسوط معاك. انت بتبص فين؟ بص لك يعني. اعلى مسا عليك. لا ده شغل عالي والله العظيم. ثلاثه سلام يا جماعه.